ناصر ماهر من اللعيبة الهائلة جدا المهارية جدا المتميزة جدا، ولكن الأهلي الآن ولجنة التخطيط في النادي الأهلي بتفكر في إعارته. ناصر ماهر من اللعيبة اللي كانت المفروض تكمل مع الفريق في الموسم الجديد، ولكن حصل بينه وبين الجهاز الفني بعض الخلافات في معسكر أسبانيا. الخلافات دي خلت الجهاز الفني يعرض على لجنة التخطيط فكرة إعارة اللاعب لمدة موسم والخروج من النادي، خاصة إن هو في نهاية الموسم أو الدور الثاني تحديدا بشكل كامل ما كانش بيشارك بشكل منتظم، تحديدا بعد دخول كمان صالح جمعة في التشكيلة. لاسارتي من المدربين اللي مش مقتنعين قوي بناصر ماهر، رغم ان هو كان بيشاركه بشكل اساسي في بدايته، لكن ما كانش عنده اللاعب رقم 10 غير ناصر ماهر. لما لقى حد تاني كبديل زي صالح جمعه، والتاكيد دخل لعيبه تانيه هتخش بعد كده، محمد محمود ممكن يخش في المركز ده، حسين شحات ممكن يلعب في المركز ده، وليد سليمان لما رجع من الاصابه بقى ياخد المركز ده، وبالتالي ناصر ماهر بعد شويه عن التشكيله الاساسيه رغم مهاراته وامكانياته الكبيره، بس يبدو انه هو في الامور اللي ليها علاقه بالالتزام عنده فيها بعض الامور اللي محتاجه تعديلات، عشان كده الاهلي بيفكر في اعارته. هنشوف اكيد كل الانديه الكبرى، بنتكلم في الاهلي والزمالك طبعا من ابرز الانديه اللي عندهم اسماء لاعبين كتيره جدا كانوا متواجدين في صفوف النادي كاعاره، مين فيهم هيرجع وهيكون ليه دور مع الفريق، ومين فيهم هيكون في الخارج، مين فيهم حتى كلاعبين ممكن يكون بيفضل ان هو يرحل علشان يكون بيشارك. بتتكلم ان بعض اللاعبين عدم مشاركتهم ممكن بيؤدي اللي هو للتمرد برضه سنه المشاكل من غير ما يقصد، ما اصل هو عنده كام سنه في حياته هيشتغلهم كلاعب كوره، فاكيد حابب في ظل وجوده في الكارير دوت يشارك باكبر قدر ممكن. اكيد حاله القعود على الدكه محدش ممكن يكون بيحس بيها قد لعيب الكوره بيمر بمرحله صعبه. بس الالتزام طبعا يعني الالتزام ده حاجه ثانيه، استنى واصبر وتاخد مكانك، بس مش معنى ان انت موجود على الدكه ان انت يبقى عندك مشكله، لا اصبر والتزم لحد ما تاخد الفرصه. زي ما مرهان قالت، انت حسيت بقى انك مستحيل تاخد الفرصه في النادي، مفيش مشكله تروح للنادي بمنتهى الالتزام ايضا وتطلب الاعاره او البيع، وحسب ما النادي يشوف حاسس ان هو مش محتاجك فعلا ممكن يطلعك اعاره هيحصل، حاسس ان هو محتاج ممكن يديك فرصه في اي وقت من الاوقات على مدار الموسم، خاصه ان الفرق الكبيره زي الاهلي والزمالك عندهم مباريات كتير عندهم بطولات كتير فهيحتاجك، يبقى تلتزم وتفضل على الدكه ان شاء الله لو كنت خيار ثالث او رابع في التشكيله.